ساحة ميخايلوفسكي بالعاصمة الأوكرانية تحولت إلى متحف في الهواء الطلق يستعرض جانبا من الأسلحة الروسية التي دمرتها القوات الأوكرانية في دفاعها عن المدينة خلال الأسابيع الأولى من هذه الحرب. بقايا دبابات وصواريخ وأنظمة رادار وأنواع أخرى من الأسلحة تذكر الأوكرانيين بأهوال المعارك التي شهدتها الضواحي الشرقية والغربية لمدينة كييف. بالنسبة لي هذا المعرض يمثل الحرب. فقدت عددا من إخواني، اليوم نقوم بتوديع أحدهم، إنه أمر رهيب. هذا المعرض دليل على أن القوة ليست في السلاح وإنما القوة في الروح. يتوافد الكثير من سكان المدينة وزوارها إلى هذا المكان الذي ينقل جانبا من مخلفات الحرب التي عاشتها وتعيشها العديد من المناطق الأوكرانية. بقايا لمئات القطع العسكرية التي استخدمتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية منذ 24 فبراير الماضي، معروضة في هذا المتحف الذي يخلد أيضا لمأساة الحرب العالمية الثانية. وبين الحربين دروس وعبر للأوكرانيين وللعالم. ما خلفته المعارك من أسلحة مدمرة وبقايا لملابس الجنود وحتى وثائق ومأكولات كلها معروضة هنا لتبقى شاهد عيان على فظاعة الحرب. يعرض الآن أكثر من 1700 قطعة أصلية من ساحات القتال، وهذا يشمل الأسلحة والمعدات والذخيرة الروسية التي تم تدميرها من قبل قواتنا المسلحة. وبين ثنايا هذا المتحف ووسط هذه المعروضات قصص وألام لمن عايش ويعايش هذه الحرب التي تدخل شهرها الرابع. محمد زاوي، قناة الغد، كييف، أوكرانيا.